علمونا في هندسة ان ما ينفعش نسرق في الاساسات، اسرق في التشطيبات قشطة مفيش اي مشكلة، وعشان نأسس صح يبقى لازم نعرف ازاي ممكن نظبط ونجهز الكاركتر بتاعتنا صح. عشان كده النهاردة هقولك على شوية معلومات عايزك تحطهم في الاعتبار وانت بتجهز الديزاين بتاعك او بتجهز الكاركتر بتاعتك. خلينا نبدأ الاول، انت تشتغل على برنامج ايه؟ فوتوشوب ولا الستريت؟ زي ما قلت قبل كده ده بترجع للشخص اللي بيستخدم البرنامج نفسه، طالما في الاخر هتطلع نتيجة واحدة توكل على الله واستخدم اي برنامج، البرنامجين مفهومش اي مشكلة. طيب هل بالضرورة ان انا عشان اتعلم كاركتر انيميشن او ريجنج لازم اكون بعرف ارسم؟ لا مش لازم، انت ممكن تستخدم كاركتر جاهزة سواء حد رسمها لك او انت مجهزها او جايبها من المواقع اللي موجودة اللي بتوفر لك كاركترز تستخدمها زي ما انت عايز. خلينا متفقين ان احنا هنتعلم في الكورس ده الفول بودي ريجنج، يعني هعلمك تعمل رجل البودي كله للجسم كله، لكن مش بالضرورة ان اللي احنا هنتعلمه تطبقه كله في مشهد واحد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت اللي بتحدد انت محتاج تحرك ايه في المشهد بتاعك. انت الكاركتر بتاعتك هل مثلا هو هيمشي، هتحرك مثلا تعمل رجل الكاركتر كلها، هل هو قاعد على مكتب مثلا ومداري ورا مكتب فالنص الجزء التحتاني ده مش باين فمحتاج بس تعمل رجل الجزء اللي فوق. انت اللي بتحدد على حسب الستوري بورد بتاعتك، تحدد المشهد اللي انت هتعمل فيه رج، هتعمل فيه رج ليه بالظبط. طيب دلوقتي انا لو بجهز الكاركتر بتاعتي يا كاركتر فول بودي مثلا بجهزها عشان اعمل لها رج وهعمل لها انيميشن، اجهزها في ارت بورد مقاس قد ايه؟ حاول على قد ما تقدر تخلي الارت بورد مقاسها كبير، يعني مثلا قول 6000x6000 بكسل. ليه؟ لان انت ساعات ممكن تحتاج في المشهد بتاعك الكاركتر بتاعتك هيبقى تتحرك في كذا مشهد، مشهد مثلا هتبقى ظاهرة فيه بالجسم كامل، مشهد تاني هتبقى عايز تعمل زوم مثلا على جزء معين على الوش، فانت محتاج ان الكاركتر بتاعتك تكون جودتها عالية عشان لما تجيش تعمل زوم تلاقي في بكسلة. حاول وانت متصمم الكاركتر ما تعملش ميرج الليرة. بمعنى ايه؟ يعني مثلا انت هتعمل مثلا الشعر والوش والدنيا دي كلها، فحاول تخلي الشعر في لير لوحده، الفيس لوحده في لير، الحواجب، العين، العين لو متقسمة معاك سيبها برضو ليرات لوحدها. لو احتجت بعد كده ان انت تجمعهم في الافتر افكت ممكن تحطهم في كومبوزيشن، ساعتها هتكون انت تقدر تتحكم بدل ما تيجي بعد كده في الافتر وتيجي حاجة انت مجمعها مع بعض فتيجي انت عايز تحرك كل حاجة لوحدها فما تعرفش، فهترجع تاني تعدل في الاستريتور او الفوتوشوب وبعدين تدخل تاني ففيها بهدلة عليك، فلازم تكون محدد ده من الاول. رتب الليارات حسب الحركة والاتجاه. بمعنى ايه؟ الحركة بتاعتك انت الكاركتر بتاعتك هل هتبقى بصة للشاشة ولا هتبقى بصة مثلا بجنب كده للشاشة ولا هتبقى بتلات اربع حركة مثلا زاوية كده، فلازم تكون محدد. يعني لو مثلا كده هتبقى محدد ان ليارات الدراع الشمال هتبقى ورا تكون مدارية في باقي الجسم، ليار الدراع اليمين هيبقى لياراته فوق. لازم تحدد ستايل الديزاين بتاع الكاركتر بتاعتك لان على اساس الستايل بتحدد ستايل الرج وكذلك ستايل الحركة. هل هو ستايل سيمبل مثلا اللي هو هتستخدم معاه الجوينت الستايل بتاع الجوينت، ولا الكاركتر بتاعتك معقدة فيها تكسترز كتير وليارات كتير فهتستخدم معاها البوبي تول؟ خلي دايما الكاركتر بتاعتك وانت بتصممها في الوضع العادي اللي هو واقف، ده الاتنين مفرودين، رجليه مفرودين، ده هيساعدك بعد كده ان شاء الله لما تيجي تعمل رج او تحرك. ولو غلطت مثلا وحبيت ترجع للوضع الافتراضي تقدر ترجع له بسهولة. حط دايما عند كل جوينت او كل مفصل دايرة، الدايرة دي هتساعدك كتير لما تيجي تعمل تظبط الانكور بوينت، سواء هتستخدم اللي هو الستايل جوينت او هتستخدم البابي تول، دي هتساعدك وتوفر عليك كتير. يعني مثلا لما تيجي تعمل البابي تول هتبقى عارف انت هتحط البابي تول بتاعتك فيه، البابي بتاعتك فيه. اخر حاجة بقى لو انا مثلا بستخدم الكاركتر في طول الفيديو،
الكاركتر هي هتكون هتتكلم وهيمشي وهيعمل كذا حاجة. ايه افضل وضع ممكن اجهز بيه الكاركتر؟ يعني احنا عندنا وضع مثلا هو الفرونت اللي هو باصص للشاشة، في اللي هو سايد فيو اللي هو باصص كده، في اللي هو التلات اربع فيو اللي هو بين ده وبين ده، منها ان هو تقدر تخليه يمشي لو هو هيمشي كده، ومنها ان هو يقدر يبص للكاميرا برضو وهو بيتكلم. تمام. فانت لما تيجي تجهز الكاركتر بتاعتك جهزها تلات اربع فيو، ده افضل حل. بس كفاية كده النهاردة ان شاء الله، كده خلصنا تقريبا هي الحاجات الاساسية اللي انت لازم تكون عارفها ومجهزها وحطيتها في دماغك لما تيجي تجهز الكاركتر بتاعتك. وان شاء الله من الفيديو الجاي هنبدأ نفتح، انا بحب بصراحة اشتغل على الاستريتور، فانا هبدأ اجهز الكاركتر بتاعتي على الاستريتور معاكم، وهقول لك ازاي. هي غالبا هتكون جاهزة، بس انا هديك الحاجات اللي هي التاتشات الاخيرة ان احنا ممكن نظبطها، وبعد كده هنطلع الكاركتر ندخلها على افتر افكت ان شاء الله. لو انت كملت الفيديو لحد دلوقتي فشكرا لك جدا، وانا مبسوط ان انت كملت الفيديو. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تضغط لايك وتسيب رايك في كومنت، ولو عندك اي استفسار اكتبه في كومنت وان شاء الله ارد عليك. وهبقى مبسوط جدا والله لو عملت شير للفيديو، نفس المحتوى بتاعي يوصل للناس كلها. شكرا لكم، واشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.